يعطيكم ألف عافية. وصفة اليوم هي وصفة كتير لذيذة وطيبة. بلح الشام راح نعملها بطريقة من دون ما نضيف بيض، ونشكلها بطريقة مطمونة 100%، وتطلع النتيجة بلح الشام مقرمش غير شكل. أول شيء راح نحضر القطر، بدنا كوب ونصف من الماء العادي، منضيف لهم كوبين من السكر ومنشغل النار تحتهم. فينا نضيف مباشرة شريحتين من الليمون أو تلت ليمونة، ما منحرك هلأ، لما تغلي المي منحرك تحريكي بسيطة صغيرة، وهلأ منتركهم على نار خفيفة مدة 10 دقائق. لما تمر 10 دقائق منرفع قطع الليمون، وهلأ بدنا نفضيهم بصحن وسيع منشان يبردوا بسرعة. لتحضير العجينة بدنا 3 أكواب، يعني 600 ملي، كل كوب فيه 200 ملي من الماء العادي. إذن 3 أكواب من الماء العادي، منشغل النار تحتهم ومنضيف لهم 3 ملاعق كبار من الزيت النباتي، يعني 30 ملي، و3 ملاعق كبار من السكر، يعني تقريبا 60 غرام. منحركهم شوي ومننتظر لحتى تسخن المي كتير منيح. هلأ منجيب المنخل تبع الطحين، وبدنا هلأ نضيف الطحين والنشا. بدنا 2.5 كوب من الطحين، يعني 300 غرام، لأن كل كوب بيسع 120 غرام. 2.5 كوب 300 غرام من الطحين متعدد الاستعمالات، وبدنا نستخدم كمان 0.5 كوب من النشا. هدول كمان مننخل النشا وظرف من الفانيليا. هلأ منخفف النار لما تغلي المي، مباشرة منخفف النار ومنضل نحرك لحتى تجتمع، يعني الطحين والنشا يشرب كل كمية المي وتجتمع كل المكونات على شكل عجينة دغري. ما بتاخد وقت، ما تخافوا، يعني دقيقة دقيقتين بتتشكل العجينة أثناء التحريك. عجينة ناعمة وطرية بشكل بتصير، ما بيصير نتركها أبدا، طول الوقت بدنا نحرك والنار تحتها خفيفة. أكيد شايفين هون بلش هلأ الطحين يعني يتجمع منيح على شكل عجينة، وشرب كل كمية المي. هون تقريبا خلاص بكفي. ناخد العجينة ومنفضيها على طاولة العمل، نتركها هون على المكان العجن، لأنه بدنا نعجن شوي صغيرة، شي دقيقة دقيقتين بس، مو هلأ. هلأ بتحرق الإيد لحتى تصير فاترة شوي. هون منعجنها شي دقيقة دقيقتين مو أكتر. كتير عجينة طرية بشكل ما طبيعي، يعني ما بتتخيلوا قديش طرية هيك أثناء العجن، لأنه الطحين طبخناه والنشا مطبوخين فبشكل ناعمة وملسة. شايفين هيك القوام. هلأ بعد ما نعجنها، ما عجناها شي دقيقة دقيقتين، بدنا نشكلها. فينا نشكلها بكيس الحلواني، منفضي مو كل الكمية، بكفي تلت الكمية، أنا حطيتهم على 3 مراحل، وبنشكلهم. شايفين كيف منحط فورم التشكيل الوسيع شوي من بالكيس، منشان يكون يعني يكون عرض أو سمك القطعة يعني شوي منيح، بس حجم القطعة أو طولها يعني فيكن اللي بدكن إياه، تكون كبيرة أو صغيرة مثل تبع السوق. هدول بيطلعوا لما قليناهم مثل تبعون السوق. شايفين كيف بسرعة حضرنا يعني كمية كبيرة، لأن فعلا ما بيعزبوا نهائيا. حتى بنقدر نشكلهم بالشايفين بالفورم لوحده من دون كيس الحلواني. بناخد قطعة من العجين ندخل يعني مندخلها من الطرف الثاني، وتطلع من طرف التشكيل، وبس هديك الكيس الحلواني أكيد أسرع. شايفين ما أحلى تشكيلهم، خاصة لأنه العجينة ناعمة بشكل، فبسهل جدا أنها تتشكل معنا بالكيس. هلأ بعد ما خلصنا كل الكمية، بدنا كمية من الزيت النباتي، منخليهم ما على النار، ما منخليهم حتى يغلوا كتير أو تصير النار الزيت كتير حامي، لا،
وسط، درجة حرارة وسط. يعني إذا كانت النار كتير كتير حامية أو الزيت حامي ممكن فوراً ياخدوا لون من الخارج وما بيستووا، لا خلوهن خاصة أول قلي هي رح تاخد وقت أطول لأنه الزيت ما بيكون حامي كتير، تاخد شي 4 دقايق بس. أما المجموعات التانية لا بتاخد وقت أقل. أول دقيقة ما منلقهم أبداً بعد ما منحطهم بالمقلاي، لما نشوفهم هيك يبلشوا يأبقبوا عن أسفل المقلاي ويطلعوا على الوجه، هون منقلبون على الوجه الثاني، ولما يصير لونهم بهالشكل هاد منصفيهم من الزيت ومنحطهم مباشرة بالقطر مثل ما كن شايفين. فورا حطيتهم بصحن القطر وهيك منوزعهم على مجموعات، ما منحط بكل مجموعة شي 15-20 قطعة مو أكتر. شايفين ما أجملون وما أحلاهم؟ هيك كلهم قد بعض. منقلي كامل الكمية. بالنسبة للقطر أنا ما بخليهم كتير بالقطر، دقيقتين بقلبهم بين الدقيقة والدقيقتين والتاني دقيقة منشان ياخدوا من الجهتين قطر. في ناس بتحب إنه يشربوا قطر أكتر بتخلون شي 5 دقايق. بعد هالدقيقتين برفعهم من القطر وبحطهم بصحن التقديم. شايفين هون منقلبهم شوي، وصفة كتير لذيذة وسهلة وطيبة بشكل، يعني أنا حسيتها أطيب من كل الحلو اللي بعمله، ما بعرف ليش قريبة للقلب بشكل، ويعني ما بيشبه الواحد منها، ممكن يأكل شيء 30 قطعة وما بيمل منها. فلذلك فعلا وصفي عن جد لذيذ ومشهية. نرفعهم من القطر منشان هلأ نحط المجموعة الثانية. هلأ هدولي آخر، لسه هاي آخر مجموعة ما شاء الله. رغم أنه الكمية كاملة 2 كوب طحين و1/2 كوب نشا طلعت منهم كمية منيحة، يعني بيطلعوا تقريبا شي 100 قطعة. بس رغم هالشي بتضل الكمية قليلة لأنه كتير كتير طيب، دغري بيخلصوا من كتر ما هي. بعدين ما نتقيلة، خفيفة بشكل، ومن جوا من الداخل يعني هيك فارغة ومقرمشة. ويعني هلأ عم زينها بالفستق الحلبي، أكيد بيلبق لها، يعني كتير طيبة ما بيلبق لحدا مثلها. كتير ظريفة لأن ضروري نزينها. شايفين هلأ شوفوا من الداخل ما أحلاها كيف فاضية ومساماتها واسعة بتجنن وطيبة، ما بتتخيلوا قديش طيبة، ما في داعي اشرح لكم، خاصة لما تكون هيك سخنة. ولا وحتى انا حسيتها بعد ما بردت لسه اطيب صارت. بتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم وبتمنى تجربوها، واذا عجبتكم لا تنسوني من زر الاعجاب والف صحة وهنا.